بهجة ونور والفرح ينشر عبيرة غني وفرح يا صغير خلي فرحتنا كبيرة أحلى الطفولة والفرح زهرة وفولة في صعد الأطفال يلا كلنا ننعم بخيرة عيد يا كل عام وأنتم للقلب مصدر النور، كل عام وأنتم للروح مصدر الفرح، كل عام وأنا أجمع كل كلمات الاحترام والتقدير لأصنع بها قلادة أبعثها لكم، كل عام وأنتم أغلى ما في هذه الحياة، كل عام وكل آمالكم وأمانيكم تتحقق إن شاء الله. عيدكم بهجة أحبتي المشاهدين، ما زلنا نعيش معكم أجمل لحظات العيد مع الأطفال الرائعين. بصراحة يعني هم من يزرعون فينا البسمة لأننا نراهم مبتسمين وسعيدين وفرحانين. اليوم إحنا معنا طفلين كمان حبوبين وأكثر من رائعين، حنعيش معهم البراءة والمتعة والتشويق والإثارة. معنا مريم وأسيد، خلوكم معنا. أهلا. تعالي يا أسيد، تعال حبيبي، تعالينا تعالينا. إيش عملوا؟ تعال اجلس اجلس اجلس. يا مريم. ها؟ إيش هذا؟ ايش هذا؟ هو يروح بسرعة، يروح بسرعة. مريم كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ تمام؟ كيف حالك يا أسيد؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله. يلا أسيد جيب لي اسمك كامل، ايش اسمك؟ أسيد جاب لنا احنا ثالث حسن سعيد. ما في حد سامعك خالص، ارفع صوتك. افعل كذا وجيب اسمك يلا. يلا. أسيد جاب لنا احنا ثالث. افعل كذا وجيب اسمك يلا. أسيد. أسيد. زياد، جميل، أحمد، ثابت، حسن، سعيد، عبد الله، محمد. ما شاء الله. أيوه. عبد الله محمد القرشي. عبد الله محمد القرشي، حفظتيه؟ تحداش تجيبي كامل. جيبي لي الاسم الأول والأخير يلا خلاص. الاسم الأول إيش؟ سعيد. وسعيد. ومحمد. سعيد محمد القرشي. يلا مريم إيش اسمك؟ مش محمد مش محمد. مريم شرف المحجري. مريم شرف المحجري. المحجري. اسم بابا قلت لي زياد صح؟ زياد ولا زايد؟ زياد. زيد. زياد. زيد. زياد. زياد. طيب مريم كم معك اخوان؟ اخوان؟ ايوه. اثنين اخوان؟ ايوه. وثلاثة اخوات. تحبيهم كلهم ولا في واحد من اخوانك دائما مشاغب يخليكي تضبحي في البيت؟ من المشاغب في البيت؟ اكثر شخص مشاغب؟ من؟ طيب. ايش اسمها؟ جيت بتشل علي الروات أقول الشيء أشوف ما بتخليني. يعني لما تشتي تشوفي الأطفال ما بتخليني. تأخذ منك الريموت ما بتخليني. شوف السيد إيش بتشوف؟ إيش هذا؟ أنا سأل بزيت الكاميرا عمتو. ها؟ إيش؟ بزيت الكاميرا عمتو كده. بزينا الكاميرا عملنا كيف؟ كده كده؟ لا فوق. نطلعك هناك فوق. نطلعك فوق. ها؟ مستغرب ها؟ طيب أسيد كم معك إخوان؟ واحدة. واحدة أخت؟ واحدة بنت. إيش اسمها؟ رفا. اسمها إيش؟ رفا. رفا تحبها كثير ولا ما تحبهاش؟ عدنان. مريم تحبي أكثر بابا ولا ماما؟ الاثنين. الاثنين؟ أي هم بيشوفوك يلا من تحبي أكثر؟ الاثنين. الاثنين. طيب نسمع منكم مواهب، عندك موهبة يا مريم؟ ايش عندك من موهبة؟ انشاد. تعرفي تنشدي؟ وأسيد ايش معك من موهبة؟ ايوه ايش تعرف تصلح؟ ايش تعرف تعمل؟ اعرف اصلح كأني تعرف تطبخ؟ تعرفي تطبخ يا مريم انت؟ اعرف انا اعرف اتجهز مختبر. تجهز مختبر؟ وتطبخ؟ اسمعي عدوم تطبخ؟ ما تعرفش تطبخ؟ تعرف تطبخ اندومي؟ اندومي كيف يحملوا الاندومي يا مريم؟ يحملوا اول حاجه يفوروا ماء يفوروا ماء ويسكبوا بعد ما يفور الاندومي وبعدين فعل حق الكمبيوتر صح طيب ليش ما تطبخي لنا هذا الدبدوب؟
تطبخي لنا هذا الدبدوب عشان ناكله؟ هذا الدبدوب حق من هذا الدبدوب؟ مش عارفه حق من هذا الدبدوب؟ مش عارفه؟ ها؟ معي واحد حق من هذا الدبدوب؟ حق مريم. قالوا حقك يا مريم. من اللي جالس هناك يا مريم؟ محمد. ومن؟ باسل. اخوانك؟ قالوا هذا حقك الدبدوب، كيف ما عرفتي؟ اصلا معي واحد قلت له اعرف شنو جاب. ما توقعتيش انه يكون هو صح؟ طيب يا أسيد، أسيد يشبه اسم ايش؟ زي ايش يشبه أسيد الاسم؟ زي ايش يا مريم يشبه اسم أسيد؟ لو بعدنا حرف الياء ايش يصبح؟ ايش يكون الاسم؟ ايش؟ اسد. اسد صح. يعني اسمي أسيد اسد. ايوه. يعني شوف الف وضمه. كيف؟ الف وضمه اسمي. اسمك الف وضمه. الف و ايوه عليك السلام ورحمه الله. يا مرحبا فيك جمال، كيفك؟ كيف صحتك؟ شكرا لك. شكرا جمال. في حد يشتري منك شوكولاته؟ تشتري منه شوكولاته؟ ما تشتوش؟ تشتري منه شوكولاته يا سيد؟ ليه؟ ها؟ كلم بابا يجيبه لك. ما عجبني سكرين بس. ما يعجبكش؟ سكرين امس اكلت توفي. سكرين بس؟ من يعجبه التوفي؟ ما عجبني الشوكولاته. ومن يعجبه البيكوان؟ ايوه. طيب. انا عرفت بالبرجر. انا باكل شوكولاته. انا عرفت بالبرجر. ما عجبك شوكولاتة؟ من ايش يجيب لهم من هذه؟ ايوه انا سمعت انك يا مريم ما تحبيش هذه الشوكولاتة صح؟ تحبيها ولا ما تحبيهاش؟ ها؟ طيب أسيد ايش أكثر حاجة تحبها من الشوكولاتة؟ شوكولاتة؟ شوكولاتة شوكولاتة؟ شوكولاتة تقريبا عسل، يعني شوكولاتة داخلها عسل. الشوكولاتة طعمها حلو على فكرة، لذيذة يا مريم. صف كم تدرس يا حسين؟ ثاني. صف كم؟ ثاني. طيب ليش تصيح؟ وأنت يا مريم صف كم؟ ثاني. طب ثاني كمان. أكثر حاجة مريم تحبها في المدرسة إيش؟ إيش تحبين في المدرسة؟ شوكولاتة طعمها لذيذ. ايش اكثر حاجة تحبيها؟ الشوكولاتة. تحبي الشوكولاتة ولا ايش تحبي في المدرسة؟ انا شوكولاتة ولا في حد بيدلعك ميمي؟ ليش يدلعوك ميمي؟ وانا دلعوني. ليش يدلعوك؟ السودي يدلعوك. ايش بتشوف؟ ها؟ المكان هذا حلو ولا مش حلو؟ مريم ايش نفسك تكوني في المستقبل؟ اي حاجة. اي حاجة؟ طيب ابرار وايات الشيخ ايش اخبارهم؟ ياسمين كمان مسلسلين ايش اخبارهم؟ هم صاحباتك تحبيهم كثير. ها؟ انا سمعت ان انت زعلتي كثير لما ابرار خرجت من الفرقه. اصلا انا كنت اول ما دخلت من الفرقه. اول حاجه كلمينا قصه الفرقه هذه، ايش قصه الفرقه؟ اول حاجه اول ما دخلت الفرقه كان عمري 3 سنوات. كان ابرار تفعل حركات معايا. بعدين خرجت من الفرقه واني ما رضيتش اطفال لمعه. طيب لما جلستوا فترة طويلة وبعدين هي خرجت، انت زعلتي عشان خرجت؟ بكيتي زي الاطفال الصغار صح؟ طيب وانت يا أسيد كلمني، الارقام تعرف تقراهم بالعربي والانجليزي صح؟ بالعربي والانجليزي. الانجليزي بالانجليزي اللي عند العسل. يلا سمعني. ها بالانجليزي. 7. كيف قال 7؟ قالها 7 صح؟ قلت 7؟ 7. مريم ليش تحبي عصير الليمون هو حامض؟ لا انا ما
احبش محمد. طيب تحبيه هو ايش؟ يعني مش حامض. مش حامض كثير. بس اكثر عصير تحبيه عصير الليمون. وسيد الصحة الصحة الصحة. نعم 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 الصحة الصحة وما أدراكم ما الصحة. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. الصحة يا أخ الصحة الصحة. أشك أنه صحيح. الصحة الصحة. نعم يا الصحة. الصحة. أوه أنت صحيح الآن. I'm sorry I'm sorry. قبل أي فحص ضروري تكون إداتك معقمة. صح صح النظافة. I'm sorry. كيف تتكلم عن الصحة بسيط وترمي الورق للأرض؟ ما تغير موضوع. أهم شيء الصحة. سهل لو أشك أنه هو صحيح. أنا أشك أنه هو صحيح. تعال امسك لي عشان الصحة بس. من هذا؟ من هذا أصيل؟ مصدري منه. ها؟ لابس لبس ايش؟ كأنه دكتور. كأنه دكتور، بس ما أدري من كلامه، كلام غريب يا مريم صح؟ ها الصحة! الدكتور ما يدك. هذه في العمليات. أيوه. تفضل. خلاص أنا أنصحك. هذه في العمليات والعمليات الخاصة والجراحة، أما الفحص الطبي العادي تعال تفضل. أنا يعني أرى أنك تعمل فحص لأسيد. شوف نعم وبعدين أسيد يعمل لك فحص عشان نكسبك زبون يعني كذا. أنت شكلك حبوب. الاثنين عيال مجان وأنت فلوس. يلا يعني تمام توكل على الرحمن. الصحة بسم الله. كيف حالك يا حبيبي؟ إيش اسمك؟ سيد. سيد الله الله. قل آه 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 بسرعة. يا سلام. كيف صحته؟ تمام؟ بعد اصبر. قل ايوه عشان كذا. ليش ما تغسل اسنانك بالمعجنوس؟ بالمعجنوس والفرشاة؟ ليش ما تغسل اسنانك؟ متى تغسلها؟ ما بين اصفر كذاب. اصفر ضوء اصفر. اصفر ولا لا؟ لا الضوء اصفر. كيف الضوء اصفر؟ طلع يعني بيغسل اسنانه صح؟ يعني تغسل اسنانك؟ بيغسل اسنانه. خلاص شوف بيغسل اسنانه. تغسل اسنانك بالليل؟ شك انك دكتور شاطر. كيف تقول اسنانه ما بيغسلهم؟ شو اسنانه نظيفات؟ لا لا هو اصلا هذا الاصفر اصفر وربشني يعني. طلع يا سلام يا سلام يا سلام. شوف معجون يا الله حلو حلو جدا. شوف غسل اسنانك قبل ما تنام. قول واحد واحد. ولما تقوم الصبح اثنين. قبل ما تنام تشرب حليب. تمام. تنام بدري ما تسهرش. اهم حاجه ما تزعلش ماما وبابا. اذا زعلت ماما وبابا بعدين قول له وطي صوتك. تمام وطي صوتك دكتور. يا سلام. الثانية بنتك هذه صح؟ ما شاء الله ما شاء الله. اسمك يا حلوة؟ مريم. مريم اصبري يا مريم. اصبري. قولي ماما. خلاص بس تمام. سليما. شكرا يا دكتور. اصبر باقي اسنانها. باقي اسنانها يلا. ايوه خلاص الحين ايش كلمتكم انا؟ نغسل اسنانا قبل ما ننام. ايوه ونشرب حليب. يا سلام. صح نشرب حليب. ما قلت نشرب حليب لكن انت جبتيه. الا انا قلت استاذ دكتور استاذ. خلاص يلا. أيوة. قال نشرب حليب. نشرب حليب وقبل ما ننام ونمسى يعني ما نتأخر. يا سلام. ايوه ونزعش ماما وبابا. واهم شيء ما نزعش ماما وبابا ونكون اذكياء في المدرسه. تمام. الصحه
الصحة. الله يديم عليك الصحة والعافية إن شاء الله. الصحة. الله يديم عليك الصحة والعافية إن شاء الله يا دكتور. الصحة. خلاص يا دكتور هذه الكاميرا. الصحة. مريم تحبي أخوك صفوان كثير لما يجيب لك فلوس. أيوة كملي كملي كملي. ايوه انا انشر واخذ معي فلوس كل يلا جيبي حق ورق ولا خذ ولا سجل بعدين بتسامحي ولا لا؟ بيسامح. طيب يا اسيد تحب تسبح في الشلال صح؟ فين الشلال حقكم؟ في القريه. ايش اسمها طيب؟ تعز. تروحوا لها رجل؟ لا. ايش تروحوا لها؟ هي بعيدة أصلاً. طيب كيف تروحوا لها؟ بالسيارة ثنتين سيارة ثنتين. بثنتين سيارات؟ ثنتين سيارة تروحوا لها؟ وبابا فين يكون؟ في سيارة وأنت في سيارة؟ لا احنا الاثنين سوا سوا. الاثنين تطلعوا سوا سوا. سيارة نقعد نطلع فوق بعض بعض. أما سيارة الجيب. وتعرف تسبح؟ نسحقك هذيك نفسه حمراء لكن. نفس أيوه أيوه. لونها أحمر. كيف اللون الأحمر يعجبك؟ لكن حقه حلوة يعني بينت شاشة ميمي ميمي صح مش بيدلعوش ميمي ولا لا؟ طيب تحب الفساتين كثير صح؟ تحب الفساتين جيبي لي أجمل فستان عندك إيش لونه؟ هذا الفستان؟ هذا؟ جيتي فيه معنا هنا في البرنامج؟ طيب مع أني سمعت أنك ما تحب الفساتين تحب الفساتين ولا ما تحب الفساتين؟ يعني تحبي تلبس كاجوال يعني بنطلون وفلينة مثلا عادي. ايش اكثر تحبي؟ طيب انت كنت قلتي لنا اول ان انت تعرفي تنشري صح ولا لا؟ طيب ايش هذا؟ يلا نسمع منك انشوده حلوه. نسمع يا اسيد نسمع صوتها. تتوقع صوتها حلو ولا مش حلو؟ خليني تعالي صوتها. يلا نسمع صوتها. بكره العيد واحلى العيد يلا نزين كل الدار طال اليوم فين النوم والله النوم من عيني طار بكره العيد واحلى العيد يلا نزين كل الدار طال اليوم فين النوم والله النوم من عيني طار لا 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 بكرة العيد رحلة العيد يلا زين كل الدار طال اليوم وين النوم والله النوم من عيني طار بكرة العيد رحلة العيد يلا زين كل الدار طال اليوم وين النوم والله النوم من عيني طار يطير من عينك النوم لما يجي العيد ها؟ طير. طيب تستاهل تصفيقة ولا لا؟ تستاهل تصفيقة ولا لا؟ تستاهل تصفيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك أستاذ عمار؟ أهلا أستاذ. كيف حالك أستاذ عمار؟ كيف صحتك؟ من الحبوب اللي معاك؟ هذا أسيد. وهذه؟ وهذه مريم. مريم يا سلام. كيفك يا أستاذ؟ الحمد لله تمام. الأستاذ جاي عشان يجيب لكم أسئلة. مش مشكلة يا أستاذ. تفضل. أنا اليوم بهزمك يعني. الأستاذ جايب لكم أسئلة ويتحداكم إذا حتعرفوا تجاوبوا عليها ولا ما حتعرفوش. مريم حتعرفوا تجاوبوا؟ ايوه ولا لا؟ أسيد حتعرف تجاوب على الاسئله؟ يلا خلينا نشوف اسئلتك يا استاذ. يلا انا اتحداهم وما احبش الاسئله زي كل مره. يا استاذ طبعا اليوم احنا في اخر يوم ومتاكدين ان اسئلتك حتكون يعني اسئله عاديه زي الاسئله السابقه ما في لهاش اجابه. هي المشكله في السبوره والمصحة والقلم. يلا اول سؤال. اول سؤال خمسه بسرعه ركز معها. خمسه زائد خمسه زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة. يلا مريم ساوي كم؟ 40 صح؟ 40 قال 40. لا ما قال شيء ما قال شيء. 40 خليه يروح لهناك عشان يحسب. تعال احسب لهناك. روح لهناك يا سيد احسب. روح لهناك يا مريم احسبيها. تأكدي كل الرقم. تعالي هات 20 هات يدك. شوفي كم خمسات. أربعة. خمسة. خمسة. عديهم يا. خمسة. 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 ستة.
كم يعني؟ 25. لا مش 25. انا داري. نقصتي واحدة، نقصتي واحدة مريم. 26. لا زيدي 5. 10. 25 زائد 5 كم؟ 25 زائد 5. 10. خلاص ما اعرف وش احسن، خلاص نحط اكس. الا اكس 30. اكس 30. ها اكس طلعت لك 30. 30 يا سيد. 30 صح ولا لا؟ 30. يلا خلونا نرجع مكاننا نشوف الاسئله حق هذه اسئله غبيه. اجوبتها سهله. ما هو ترتيبك في المدرسه؟ ترتيبك في المدرسة كم؟ المعدل. لا مش ترتيبكم الدراسي، ترتيبكم في الفصل. في اي مدرسة تجلس؟ ايش بتتوقع؟ الله اعلم. يمكن الاخير. لا مش الاخير. طيب الوساطة؟ ولا الوساطة؟ الاول ولا الثاني ولا الثاني؟ الثاني. انت الثاني وهي؟ الاول. يا سلام حلو، طيب اوكي. عشتكم تجاوبوا بسرعة تمام؟ يعني على طول تجاوبوا، اوكي. هل الزرافة أطول أم النمل أسرع؟ اسرع ولا ايوه هل الزرافه اطول ام اسرع؟ ايوه اسرع. اسرع. ايوه بسرعة. اسرع. ما هو هل الزرافه اطول ولا النمر اسرع؟ هل الزرافه اطول ام النمر اسرع؟ كيف ما فهمتش. هو اسئله ما تفهمش يا مريم. النمر اسرع. طيب والزرافه؟ لا هو قال لا اتفقوا غير اتفقوا على شيء. بس ايش؟ بس انا يعني يقول اي من اسرع والاثنين لا بسرعة. هو سؤال ما فيش له اجابه لكن نمشي مع الاستاذ. يلا يا استاذ يلا ها اللي بعده بس بسرعه جاوب. ها يلا بسرعه. اديك ابيض ام يلد؟ ابيض. خلاص يعني اليوم ولا سؤال جاوبوا عليه. يعني انا اليوم انتصرت، انا اليوم فرحان جدا جدا جدا. على فكرة كل الأسئلة اللي جبتها جاوبوا عليها، وبعض الأسئلة اللي جبتها ما فيش لها أجوبة كالمعتاد. خلاص عشان أكون منصف. أها عشان أكون منصف آخر سؤال موجه لك والأطفال والكل، أوكي؟ يلا ها يلا بس بسرعة جاوب عليه. يلا. أها إلى صف كم قد عمرك؟ بسرعة. إلى صف كم؟ ما فيش جواب استنى ما عمري جواب. لا ما في. يعني خلاص انا انتصرت. في اخر حلقه انا انتصر على الاستاذ عمار. انتصرت باسئله غبيه. الله اكبر. عيدكم بهجه ونور والفرح ينشر عبيره، خلي يفرح يا صغير خلي فرحتنا كبيره. طيب مريم لو قلت لك تقولي حاجه للمشاهدين في مثل هذه الايام الحلوه، ايام اللي فيها فرحه وسعاده، ايش تقولي للمشاهدين؟ عيد سعيد وكل عام وانت بخير. عيد سعيد وكل عام وانت بألف ألف دولار خير. انت يا سيد ايش تقول للمشاهدين؟ عيدكم بهجه. نجيب لكم هدايا ولا لا؟ كيفك جمال؟ احنا شاكرين لك كثير. شكرا. ربي يحفظك يا رب. شكرا لك. طيب مريم انت تعجبك السيكل هذه ولا صغيره عليك؟ قد معي انا قد معي قد معي معك زيها. طيب ما اكبر اكبر منه اكبر منه. طيب اذا هذه هديتك وهذه هديتك يا مريم. احنا استمتعنا كثير. اسالك يا استاذ. اسالي. من جاب السيكل؟ من جاب الدبدوب. الدبدوب جبناه من عند اهلك، قلنا لهم عشان نفاجئك ناخذ جوا الدبدوب من البيت عشان ما تعرفيش، وجبناه وحطيناه هنا. قضينا أجمل وأمتع اللحظات في هذه الأيام، أيام عيد الأضحى المبارك. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا، ورجاء خاص من القلب رجاء لا تفوتوا هذه الأيام المباركة في إسعاد هؤلاء الأطفال الأكثر من رائعين، لنعيش بهجة العيد وسعادة العيد مع الأطفال، وفرحة العيد لا تكمل إلا بإسعادنا للأطفال. نقول مع السلامة. مع السلامة. قول مع السلامة. مع السلامة يا سيد. يلا تعالوا نتصور مع بعض. عيدكم بهجة ونور والفرح ينشر عبيرة، خلي يفرح يا صغير خلي فرحتنا كبيرة. والفرح ينشر عبيرة، خلي يفرح يا صغير خلي فرحتنا كبيرة.
الطفولة والفرح زهرة وفلة يسعد الأطفال يلا كلنا ننعم بخيرة عيد يا محلى الطفولة.